بتقول مو كويس ما ينفع ترى كل الكلام اللي يقال. ايش يصير الفترة الزمنية التي يقام فيها الخطاب عن الكابتيكون او المادة هذه تربط دائما قبل الاختبارات، فبالتالي الرسالة الغير مباشرة توصل ايش مستخدم اي الكابتيكون وربط في المخدرات بشكل قوي جدا في رغبة، يعني يبدا الشخص يفكر يعني انا واحده من الحلول يا اخي لا تتكلم في وقت الاختبارات عن الكابتيكون، تكلم عنه بدايه السنه. ما عندنا مشكله، احنا ما نقول لا يتكلم عن الكابتيكون، امسك يعني زي ما تقول ايش حط خطه، انت خلال السنه حتتكلم في بدايه السنه عن ماده معينه. في ناس ايش يسوي؟ يربط السفر بالتعاطي. وقت السفر بالتعاطي، في اشياء كثيره ما نبغى احنا نعمم عليها. طيب. فبالنسبه يعني ربط ماده معينه بزمن معين او حدث معين، هذه واحده من المشاكل والاخطاء في جانب الوقايه. انت يعني تجد في تويتر شبه اعلانات يطلعون لك اصل الحبوب وانتبه منها وكذا وكذا، حتى في اشياء كذا ملفته للنظر كذا. فعلا حتى في يعني في حتى عند البنات في المدارس لها مسميات مختلفه واشياء زي كذا. في دكتور مثلا اب مدمن او ام متعاطيه، وش الواجب على الطرف الثاني تجاه الاطفال؟ يعني الزوجه متعاطيه او الزوج متعاطي، خلينا نفرض ان الزوج متعاطي، وش واجبات الزوجه بالنسبه للاطفال؟ الاطفال ممكن يشوفون ابوهم في اي لحظه مثلا ما يحشش او يستخدم اي نوع من انواع. وش المطلوب من الزوجه انها تفعل هذا الفعل؟ الزوجه يعني زي ما لو احنا اكتشفنا ان عندنا مدمن تتعامل مع المشكله بواقعيه، عرفت كيف؟ طبعا بعض الزوجات هنا لاحظت خاصة في السعودية، بعض الزوجات ما عندهم قدرة على مواجهة زوج. طيب يا أختي كلمي أبوك، كلمي أبوه، الطرف الجيد في الموضوع اللي يساعدك أنك تدخلي. لا أنا ما أقدر، أنا مش عارف إيه. ولكن المفروض إذا هي قادرة وعندهم نوع من التفاهم هي وزوجها، أنه تجي تقول له ترى أنا أحبك وأقدرك وكل حاجة، ولكن أنت عندك مشكلة ولازم تتساعد، وهذه الحلول 1 2 3 4، أنه سواء يلجأ العيادة أو مركز مستشفى علاج إدمان. إذا ما هي قادرة تقوم بالدور ده ممكن تستعين بأحد أطراف الأسرة، سواء أبو أبوها أخوهم، على حسب بالشخص المناسب. بعض الاحيان نجيب شخص غير مناسب، واحد عنده مشكله مع زوجها وعارفه انه بيتضارب معاه، عارفه انه ما يقبل منه اي كلام، فبالتالي هذا تصرف خاطئ او طرف غير حكيم. يعني او طرف غير حكيم هو عصبي ولا كذا بيزيد ممكن طيب. وهذه هذا رقم واحد. رقم اثنين تاثيره على الابناء واضح جدا، لانه الابناء لما يشوفوا المنظر قدامهم يتوقع انه هذا شيء مقبول. الابن الام والاب بالنسبه له اشبه بالملائكه، يعني اي حاجه مسلم فيه، فبالتالي تمرر السلوكيات هذه. يعني لما يشوف ابوه يشرب ويطيح، لما يشوف هذه تصير عنده اشياء عاديه. ناهيك عن ماذا جلسات هذه اللي تتم في البيت لازم ليها يجي الابن يشوف حاجات معينه، للاسف انه كثير. دور الاسره يعني نبغى نركز على دور الاسره في العلاج، وفي ايضا في سهوله التعاطي او الادمان. دور الاسره في العلاج، الميزه الحلوه في الموضوع هذا كعلاج طبعا انه هم يسلموا الدفه للفريق المعالج ويكونوا متعاونين، انه ايش تركيبه الاسره داخل البيت. كمان احنا نواجه مشكله، فدور الاسره لازم يكونوا متحدين على هدف ان احنا نعالج ولدنا، عرفت كيف؟ ابننا والبنت بنتنا. ولكن ايش تكتشف بعدين؟ تكتشف انه الاسره لا في تصفية حسابات. أنا لاحظها كثير. كيف تكتب؟ الأب والأم أو الأطراف داخل الأسرة كل مين يصفي الحساب وشماعة صار مين؟ أنا ماني غلطان. أنا ماني غلطان، وهي تقول أنا ماني غلطانة، طب أنت سبتيه كذا، طب هو تربيتك، هو تربية مش عارف مين، هو راجع ل إخواله عمانه زي كذا، فهمت علي؟ فتبدأ الكرة في ملعب، كل مين يرميها على الثاني، عرفت كيف؟ إحنا نقول اتحدوا، خذوا موقف كامل. اسمعوا للفريق العلاجي، اتبعوا التعليمات، لانه ما حيكونوا ملمين بكل الاشياء دي. في بعض الاسر تتعاون وتنجح العمليه، وبعض الاسر لا والله يعني يحتاج الشغل اساسا. دكتور فكره تسلم الدفة للفريق المعالج، يعني بعض الاسر عنده يعني لازم انا اشارك في الطبخه، لازم انا اعرف خلوه لا احد يعلمه، لا احد يتكلم خلوه،
ويبدا فكره الحوط واني احوطه واحرسه وانتبه له وعاقبه ولا طلعه وعامله كانه مثلا كانه واحد ضرب جارهم فابدا ادبه فعلا. هل هذا السلوك صحيح؟ ما عندنا مشكله في النقطه دي، وهي واحده من مشاكل هي نقص الوعي في التعامل مع الازمه دي او المشكله دي. انت تخيل في واحد انسان بسيط صارت له ولده اكتشف انه مدمن، ايش دق على واحد يعرف واحد من العائله فرضا في اي جهه عسكريه لو حتى عريف، قال له ابو فلان عندي ذا، قال لي وش المشكله؟ قال له كذا كذا، قال طلعه في استراحه وقفل عليه. عجيب. واحد يقول طلعه فوق في الحوش ولا سكر عليه ولا مش عارف، ولا وديه عند شيخ يقرا عليه، زين اذا وداه عند شيخ طبعا. عرفت كيف؟ ولا ولدك مسحور، يا ما مشايخ كثير يجي يقولوا مسحوره يعني. هذا مدمن، هذا شيله وديه المحل الصحيح. فعبال ما توصل للأسرة لا هو أنا قادر أسيطر، أنا بسكر بقفل بسوي كنترول على الموضوع، كل الأشياء ذي استنزاف للوقت وللجهد. عرفت كيف؟ وفي الأخير حيجي يوم اللي إيش يعني. أنا أذكر واحدة من الزوجات، زوجها يتعاطى، قالت لي بكيفه يتعاطى في الملحق، أنا ما عندي مشكلة، أهم شيء الأمور المالية ماشية، عياله رايحين، أبو الزوج هذا هو اللي يصرف على العائلة. فأنا قلت خلينا نضغط على الزوج إنه إحنا نقف نمسك الوالد ونقول له وقف كل مصاريف، بيدفع مصاريف الأبناء مدارس خاصة، شاري له بيت، سيارة، سواق، شغالة. فقلت أنا وقف، لأني أنا أكلم الشخص يقول يا أخي حياتي طبيعية، عيالي بيدرسوا مدارس وده، بالتالي إيش مو حاسس بالضرر. فقلت لأبوه وقف، قالت لي ليش وقف؟ خلي تعاطى في الملحق وما حياتي تستمر. دكتور باقي معنا دقيقة. تفضل. نبغى نصائح عامة وكلمة أخيرة نختم فيها. وأنا أبغى أسألك دكتور سؤال بسيط بس. طب مدتها أكثر. لا 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 لا, 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 لا في نفس المحتوى. كثير من التخصصات، المستشارين الأسريين أرقامهم مليانة، القانونيين أرقام، رواد الأعمال أرقامهم مليانة، ما شاء الله. المستشارين لقضايا الإدمان، كيف أقدر أنا كأسرة لقيت مدمنة بتصل بدق على مين؟ في الجهات الرسمية. كم الرقم حقهم اللي هو؟ 1955 1955 وفي بس ترى على فكرة هذا 1955 تبع اللجنة. تبع اللجنة الوطنية، في مركز استشارات هو تبع اللجنة الوطنية، يقدمون استشارات للأسرة، يقدموا استشارات للأسرة كيف يقدر يتعامل مع المشكلة. وقت هذا السؤال سأخصم من الفاصل. طيب أنا أكثر شيء أركز عليه كثير في الأسرة وجود الحب قبل وأثناء وبعد. أكثر ما ينفع المدمن أو يخليه يطلع أو يخليه يرجع للجادة الصواب هو أنه في شخص يحبه، سواء في الأسرة في المدرسة، وحتى لو تلاحظوا المدرسة يمكن ما يسمع للبيت كله، تلاقيها تسمع الوحدة من المدرسات. فالحب، وعندنا مشكله هنا انتم عارفين الجفاف اللي حاصل في، فهمت علي؟ هذه واحده من طبعا التربيه، هذا شيء مهم جدا، الوعي الاسر، البرامج الوقائيه يفترض انها تكون مفعله بشكل كبير جدا. يعطيك العافيه دكتور. الله يعطيك العافيه دكتور علي القحطاني، مستشار الدولي في برامج الوقايه من التعاطي وعلاج الادمان. الله يحييك. الله يعطيك الف عافيه. الله يجزاك خير. وننتقل الان الى فقره كلام اليوم. حياتك طور نفسك وذاتك عيش الحكاية.